وكذلك احتواء أعداد كبيرة من الخريجين العاطلين عن العمل، وكذلك تفعيل النقاط المطالب بها والتي هي تعتبر الأخطاء الجوهرية والأساسية. فشلت الحكومة في السنين السابقة من توفير الخدمات للشعب العراقي، مطالب الشعب العراقي بسيطة، يعني صار سنين الشعب العراقي يردد انه يريد ماء، يريد كهرباء، يريد امان. يعني الشعب العراقي انتبض وساند الحكومة وساند قطاعات الأمنية في القضاء على داعش والإرهاب. ما يطالبه الشعب العراقي قليل بالنسبة لما قدموه. يعني حقيقة بالنتيجة انه هذا الكهرباء والخدمات الماء وخدمات العطالة هي ناتج عرضي للفساد الإداري والمالي. يعني العملية لم تقترن باليوم، هذه المظاهرات بدأت في العام 1900 2011، وكان العلة الأساسية هي الفساد، وما زال الفساد مستشري، لم يتغير شيء. لذلك أنا أتصور انه سقف المطالب ستزداد. المطالب هذه اليوم هي مطالب سياسية بالدرجة الأولى، إلغاء العملية السياسية، تغيير نمط هذه العملية السياسية الفاشلة، الفشل في العملية السياسية. هناك أزمة حقيقية في هذه العملية. لو لاحظت أنه أغلب المطالب ركزت على أنه تغيير في أداء الدولة، تغيير في مجالس المحافظات، إلغاء الرواتب، إلغاء الفروقات، تغيير في النظام البرلماني. كل المطالب اللي اتعملت لم تكن مطلبية بالدرجة الأولى للخدمات. خدمات أصبحت الآن قد تجاوزها المتظاهر في الشارع العراقي. يعني أعتقد أن هناك جهات أخرى ما يدعون من المدسين لدى المتظاهرين. انا اعتقد لدى المظاهرين لا يوجد مدسين، وانما المدسين لدى القوات الامنيه. واني ابرئ القوات الامنيه من الجرائم اللي ارتكبت بحق الشباب ضمن كل المعايير. لا يجوز ضمن كل المعايير الاخلاقيه والقانونيه والشرعيه الاعتداء على المتظاهرين. اذا خرج واحد او اثنان من هنا او هناك وتصرف بتصرف غير لائق، لا يعني ان هذه المظاهرات كلها غير سلميه، ولا يعني أن هذه المظاهرات غير حضارية، وتستخدم القوة والرصاص الحي. علينا أن على إخوتنا في القوات الأمنية أن تتعامل بلياقة عالية مع أبناء جلدتهم، مع أهاليهم، وأن حينما يأتي المتظاهر ويحمل علم هذا البلد الجريح، البلد المظلوم، ويحمل الورود ليقدمها إلى قيادة الجيش وإلى قيادة الأمن، لابد لهم أن يتلقوه بالورود.